ينضم إلينا عبر زوم الآن النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. مرحبا بك معي عبر شاشتين. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. إذن سيادة النائب، يعني اليوم 10 من ديسمبر وهو يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، كيف تصف هذا المشهد الانتخابي العظيم الذي رأيناه اليوم، وكيف يدلل أيضا على وعي المواطن؟ طبعا تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين. احنا امام مشهد ديمقراطي من الدرجة الاولى. طبعا احنا لسه طبعا في بداية اول يوم للانتخابات الرئاسية داخل جمهورية مصر العربية. يعني انا لفيت طبعا معظم لجان في محافظة القليوبية. عايز اقول لحضرتك احنا امام مشهد محترم حتى هذه اللحظة، اقبال كبير جدا من المواطنين يعكس حجم الوعي الكبير تجاه قضايا مصر، يعكس أيضا حرص المواطن المصري على دعم القيادة السياسية والرئيس القادم لاتخاذ كافة ما يراه مناسبا للحفاظ على الأمن القومي. عندنا تحديات جسيمة واجهتنا خلال الفترة اللي فاتت، سواء كان على مدى 10 أو 13 سنة الماضية، أو كمان يمكن منذ الأحداث اللي اندلعت في فلسطين في غزة يوم 7 أكتوبر. فبالتالي بالضبط كده، فبالتالي إحنا أمام مشهد محترم، أمام إقبال كبير جدا. المرأة المصرية تحية ليها طبعا كبيرة جدا إن هي تشارك بكثافة، الرجال أيضا الشباب. يمكن إحنا شفنا إقبال كبير جدا على اللجان المغتربين، ويمكن دي كانت علامة فارقة وهامة جدا في الانتخابات الرئاسية، إن إحنا قدرنا إن إحنا نفتح للمغتربين في مختلف المحافظات لجان عشان يقدروا طبعا إن هم يستخدموا حقهم الدستوري في الأداء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية. وشهدت هذه اللجان إقبال كبير جدا بالمناسبة منذ بداية فتح اللجان. يمكن ما فيش يعني شيء ملاحظ بشدة يعني في مسألة الأسئلة العملية الانتخابية. أيضا شهدنا العديد من المنظمات التي تم الموافقة على متابعتها للانتخابات الرئاسية، زي ان هو بيغطوا بمنتهى الحرية. يعني زي ما قلت احنا امام مشهد ديمقراطي كبير جدا. يعني اتمنى طبعا على مدى النهارده وبكره وبعد بكره يكون في اقبال كبير جدا، اتمنى ان يكون هناك حشود كبيرة جدا، نسبة مشاركة عالية. واعتقد ان يعني المشاهد الاولى تقول ان ده مش بعيد عن الشعب المصري اللي بيضرب يعني اروع الامثلة، عندما يستشعر حقيقة ان هناك خطر كبير جدا يهدد الدولة المصرية. سيادة النائب، وأنتم أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونحن نتحدث عن الإصلاح الإداري والمحليات، يعني الدولة المصرية قامت بالعديد من الإجراءات، منها قانون الخدمة المدنية الذي تحدثنا عنه، أيضا مكافحة الفساد عن طريق إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد المنبثقة عن هيئة الرقابة الإدارية، وما قامت به من تدريب الكادر البشري ومكافحة الفساد في الجهاز الإداري للدولة، تحول الرقمي وعمل بنية تحتية قائمة على مبدأ الحوكمة، على مدار 10 سنوات الكثير من الإجراءات لتفادي فكرة يعني تعرض المواطن لإجراءات بيروقراطية اعتاد عليها وعانى منها الكثير. كيف تابعتم هذه الجهود من قبل الدولة المصرية؟ شوفي حضرتك، هو طبعا في انجازات كبيره جدا حققت على ارض الواقع محدش يقدر ينكرها، يعني سواء كان في مساله الحوكمه او ايضا في مساله القوانين اللي بتخدم مصالح المواطن، او كمان المشاريع اللي الدوله استثمرت فيها سواء في حياه كريمه او مشاريع البنيه التحتيه، الاصلاح الاداري اللي احنا بنشوفه في مختلف الجهات الحكوميه. لا يعني هو في انجازات تمت على أرض الواقع المواطن يعترف بها وممتن ليها جدا، لكن يمكن أهم شيء المواطن حس بقيمته الآن هو مسألة الأمن والأمان. إزاي أنت عندك دولة آمنة مطمئنة، إزاي عندك قوات مسلحة، إزاي عندك النهاردة دولة قادرة على أن هي يعني تاخد قرارات تساعد على الحفاظ على مقدراتنا التاريخية، الحفاظ على حدودنا، حماية أهالينا، منع تصفية القضية الأولى للعرب والأمة العربية والإسلامية. لا يعني هناك الآن شعور حقيقي لدى المواطن بأن مصر استطاعت أن تبني نفسها خلال الفترة الماضية، استطاعت أن هي تملك
جزء كبير جدا من قرارها، ويمكن ده الحافز الاكبر لدى المواطن على انه ينزل النهارده في الانتخابات الرئاسيه. خلي بال حضرتك في حاجه، المواطن يعلم جدا ان احنا عندنا تحديات والجميع يعني يعترف بها سواء على المستوى الحكومي او البرلماني او حتى على المستوى الشعبي. صحيح. لكن وجود الدوله المصريه بهذه القوه في القضيه الفلسطينيه، وقوف الرئيس مع الاشقاء العرب سواء كان في الامم المتحده او في مجلس الامن او في جامعة الدول العربية، إصرار الدولة المصرية على عدم تصفية هذه القضية إصرار الدولة المصرية على عدم تصفية هذه القضية وإبطال مخطط التهجير. بالضبط بالضبط. بص يا فندم، حكت انزلي النهاردة أمام أي لجنة من اللجان، اسألي أي مواطن، أنت جاي تنتخب النهاردة الرئيس في الفترة الرئاسية قادمة، هيقول لك للحفاظ على الأمن والأمان، وإزاي إن إحنا شفنا مصر طبعا موقف يعني نفتخر بيه جميعا امام يعني هجمه المجتمع الدولي واهدار حقوق الانسان. هي كل دي حاجه مهمه، النهارده احنا بنحتفي بيه اليوم العالمي لحقوق الانسان، مفيش يعني ابلغ من رعايه مصر لهذا الملف، ويعني اهتمام الدوله المصريه بحقوق المواطنين اللي مش منحصره في ملفات معينه كان المجتمع الدولي خلال الفتره السابقه بياخدها كنقط ضعف على الدوله المصريه والقياده المصريه سابقا. النهارده عندك حياه كريمه، عندك 100 مليون صحه، عندك المبادرات، عندك تمكين المراه، عندك تمكين الشباب، عندك حتى كمان الاعلام، يعني الاعلام في قطاع كبير جدا منه يعني حصل فيه اعاده هيكله وحصل فيه اصلاح كبير جدا، فبالتالي الدوله المصريه تسير في خطى الاصلاح على كافه المستويات. الدوله المصريه تتعامل بمنتهى النزاهه والرجوله والشفافيه والاخلاق في زمن عادت فيه هذه المسن، فالمواطن حاسس بده. فدي تتكلمي معايا في الانجازات ويقول لك انا عندي انجازات وعندي ايضا تحديات، بس الانجاز الاكبر هي قدره الدوله المصريه على الحفاظ على الدوله وعلى المواطن ان هو يحيا في امن وامان، وانه ازاي الدوله المصريه انا بتقول خط احمر محدش يقدر يتعدى لا داخليا ولا خارجيا. التحديات مستمرة والدولة المصرية أيضا مستمرة في مجابهة كل هذه التحديات والحفاظ على الأمن القومي، ملف لا تتآنى ولا تتكاسل الدولة المصرية في التركيز عليه وتحقيق على أرض الواقع. شكرا جزيلا لكم سيادة النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شكرا جزيلا.